خلال الساعات الماضية. وزارة الخارجية الألمانية قررت إغلاق سفارتها في العاصمة اليمنية بسبب أعمال العنف في البلاد، موضحة أن الموظفين الباقين في السفارة سيغادرون البلاد في أقرب وقت ممكن. بدوره بدأ الاتحاد الأوروبي التنسيق لإجلاء مواطنيه من اليمن والذين يرغبون بالرحيل، كما طالبت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون بوضع نهاية للعنف في اليمن وبوقف فوري لاستخدام السلاح. تصريحات أشتون تأتي بعد ساعات من تعرض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لمحاولة اغتيال، أكد بعدها أنه بخير واتهم آل الأحمر باستهدافه. هؤلاء عصابة مسلحة احتلوا مؤسسات الدولة والوزارات ونهب الممتلكات، لا لها علاقة بأي انتفاضة أو بما يسمى بساعة التقرير. الحادث أسفر عن إصابة مسؤولين كبار بينهم رئيس مجلسي النواب والشورى ونائب رئيس الوزراء، وتم نقل بعضهم للعلاج في السعودية. كما أثار استهداف صالح ردود فعل قوية، حيث عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني عن أسفه للتطورات الخطيرة التي يشهدها اليمن. دول المجلس طالب جميع الأطراف وقف الاقتتال فورا وحقن الدماء الزكية. ستواصل دول المجلس دعمها ومساعدة الأشقاء. وتواصلت الاشتباكات الليلية بين الجيش اليمني وعناصر قبلية موالية لزعيم قبائل حاشد صادق الأحمر، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في صفوف أنصار الأحمر. وأكد مراسل العربية في صنعاء بأن العميد جبران يحيى عبد الله قائد اللواء 33 مدرع في تعز أعلن انضمامه إلى الثورة السلمية الشعبية. ياسر محمد علي، العربية.